حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم. نخصصها لمتابعة تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة في عدد من الجبهات العسكرية. إذن صرواح على بعد خطوة من التحرير بعد قرابة عامين من سيطرة الميليشيا عليها، ومثلها مديرية الغيل في الجوف، المديريتان اللتان كانتا مركزا لعمليات الميليشيا وأبرز حواضنها في المحافظتين، أصبحتا قريبتين من العودة إلى الدولة مع سيطرة الجيش والمقاومة على مواقع استراتيجية واقترابهما من مركز المديريتين. استمرار الضغوط الدولية المانعة لإطلاق عملية عسكرية كبرى لاستعادة صنعاء يبدو أنها كانت حافز لإطلاق عدد من المعارك على تخوم العاصمة فيما يمكن أن نسميه استراتيجية القضم المتواصل، وهي استراتيجية تبدو فاعلة لتشتيت قوة الميليشيا وتخفيف الضغوط الدولية. هل هذه المعطيات أو هذه العمليات جزء من العملية العسكرية التي يحضر لها الجيش لدخول صنعاء، أم أنها مجرد مواجهات للإبقاء على الخيار العسكري قائم في ظل استمرار تعنت الميليشيا على المسار السياسي؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور حديثنا هذا المساء، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل كمال حيدرة. معارك صغيرة على أكثر من جبهة في الطريق إلى صنعاء، تكتيك جديد ربما اختارته قيادة الجيش الوطني والمقاومة للابتعاد عن ضغوطات المسار السياسي والقوى الدولية التي لا تزال تضع خطوطا حمراء أمام عملية عسكرية كبرى تستهدف الوصول إلى العاصمة صنعاء وإسقاط سلطة الانقلابيين هناك. جبهة طويلة تمتد من صرواح إلى الجوف مرورا بالجبهة الأكبر نهم، عادت إليها المعارك وتحقق فيها قوات الشرعية تقدما ملحوظا وإن كان بطيئا. صرواح التي بقيت طوال عام ونصف من الحرب تحت سيطرة الميليشيا باتت على موعد مع التحرير بعد سيطرة قوات الجيش والمقاومة على عدد من المناطق الاستراتيجية واقترابها من مركز المديرية، الذي يؤكد القادة الميدانيون أن دخوله بات وشيكا، ومن هناك يفتح طريق آخر إلى العاصمة عبر البوابة الجنوبية الشرقية بموازاة جبهة نهم. مدفعية الشرعية المتمركزة على البوابة الشرقية للعاصمة باتت قذائفها تصل إلى مديرية بني حشيش. مصادر عسكرية أكدت أن المدفعية استهدفت للمرة الأولى مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع في رأس نقيل شجاع ونقيل الكناه ومواقع في محيط جبل صرع بالشرفة في بني حشيش، وهي إشارة إلى أن صنعاء باتت أقرب من أي وقت مضى. إلى الشمال حيث تدور معارك عنيفة في مديرية الغيل كبرى حواضن ميليشيا الحوثي في الجوف ومركز عملياتها هناك، وفيها سيطرت قوات الجيش والمقاومة على منطقتي الباحث ونوبة الهندي، فيما لا تزال المواجهات مستمرة والتقدم يمضي باتجاه مركز المديرية. تأتي هذه العمليات العسكرية المتوازية في ظل تعثر الحل السياسي وفشل كل الجهود الأممية في دفع عملية السلام، مع استمرار تعنت الميليشيا ورفضها كل مقترحات الحل المطروحة. نبدأ في هذه الحلقة من زوايا الحدث بتواصل مع مراسلنا عبد الله القادر من مأرب لإطلاعنا على آخر التطورات. أهلا بك عبد الله. أهلا أستاذ عبد الله، تسمعني بشكل واضح؟ لا نسمعك. لو تضعنا في آخر مستجدات العملية العسكرية الآن في صرواح. طبعا العملية العسكرية وآخر مستجداتها في صرواح هي ما تحدثنا عنه سابقا، أن الجيش والمقاومة وصلوا إلى تخوم منطقة مطار في صرواح، منطقة استراتيجية ذات أهمية كبيرة في قطع طرق إمدادات ما تبقى من جبهة صرواح، إضافة إلى جبهة هيلان والمشجح التي هي تعد آخر معاقل أو آخر المعاقل الحيوية للحوثيين في محافظة مأرب. الوصول الجيش والمقاومة مساء اليوم إليها يشكل أو يعد نقلة نوعية وخطوة سريعة في تقدم الجيش والمقاومة، لا جديد على ما تحدثنا به في النشرات السابقة، إلا أن الجيش يواصل شق الطرق بالجرافات إلى آخر المواقع التي وصلها، وكذلك تسبيح مواقعها التي سيطر عليها مساء اليوم لينطلق منها مجددا ليستكمل ما تبقى معه في مطار صرواح ومنطقة صرواح ككل. شكرا جزيلا لك عبد الله القادري مراسلنا من مأرب، كنت معنا لإطلاعنا عن آخر تطورات المعركة. ينضم إلينا الآن أيضا من مأرب رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف، سنحاول أن يكون معنا في هذه الحلقة.
طيب إذا مسارات متعددة لمعركة واحدة على تخوم صنعاء هو عنوان هذه الحلقة التي نرصد فيها أيضا آخر تطورات المعركة سواء في استرواح في مارب وفي الغيل في الجوف وتداعيات وتبعات تطورات هذه المعركة. وبشكل عام الآن يبدو أن التواصل جاهز مع رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف. أهلا بك سيادة اللواء. سيادة اللواء أهلا وسهلا أسمعك. أهلا بك في هذه الحلقة من زوايا الحدث. إذن يبدو أن العمليات في نهم تسير ببطء، هل لهذا علاقة بموضوع إطلاق عمليات التي تحدث الآن العمليات العسكرية أقصد سواء في الصرواح في مارب أو الغيل في الجوف؟ شكرا جزيلا. هو طبعا أي معركة محكومة بظروفها يعني بتعقيداتها والبيئة الجغرافية، وهناك ظروف ذاتية وموضوعية تحكم أي معركة في الدنيا. يعني معركة نهم ليس فيها ما يمنع الاستمرار سوى ظروف المعركة نفسها وطبيعة المعركة نفسها، يعني تمشي وفق الخطة. يعني أنا أريد أن أقول بشكل عام أن الجيش الوطني اليمني لديه خطة وعلمية كاملة ولديه قدرات قتالية غير عادية. يعني جنود الجيش الوطني يتمتعون بقدرات قتالية غير عادية، ومعنوياتهم معنويات عالية، وخبراتهم خبرات ممتازة، وإرادتهم في القتال إرادة حديدية. بشكل عام هذا بشكل عام. بعد كذا أي يعني شيء يتعلق بالتأخير والتقديم هذا محكوم بظروف المعركة، هذا أولا. وثانيا يضاف إلى هذا الظرف الدولي، وضع الدولي، العلاقات الدولية، الضغوط الدولية، ضغوط الكبار، محاولة تحجيم انتصار القوات المسلحة بشكل أو بآخر عبر الضغوط السياسية والضغط في اتجاه العودة للعملية السلمية وما شابه ذلك. لكن الجيش الوطني له خطة علمية شاملة، وقد استوعب مسألة الحل السياسي من موزمبيق إلى جنيف إلى بيل إلى الكويت مرتين. فإن الخيار رقم 2 في ضوء التوجيهات العليا هو استعادة الدولة بالطريقة العسكرية. يعني انتصارات الجوف أمس واليوم انتصارات ممتازة ومذهلة، سواء في الجوف أو في صرواح أمس واليوم الجيش يحقق تقدم ممتاز ونتائج ممتازة ويجيب على كثير من أشرت سيادة اللواء إلى نقطة مهمة تتعلق بالضغوط الدولية والتحجيم. المسألة العسكرية ستكون محور نقاش تالي لنا في هذه الحلقة، لكن هناك نقطة أو قراءة للبعض لهذه العمليات العسكرية الدائرة الآن في صرواح أو في الغيل في الجوف، يرى أنها مجرد تخفيف الضغط الحاصل عليكم في جبهة نهم. هناك ضغط يمارس من قبل ميليشيا الحوثي فأردتم تخفيفه من خلال فتح المعركة في صرواح والجوف، هكذا يرى البعض. هذا الكلام لا أساس له من الصحة. يكون هذا الكلام صحيح حينما يكون الخصم منتصرا، أما وهو مهزوم فلا يمارس أي ضغط. الحوثيين يلذون بالفرار من أمام جنود الجيش الوطني في كل الجبهات ما في ذلك جبهة نهم. يعني ويعني المسألة تتعلق بأمور أخرى لا علاقة لها بالضغط. لو أن الحوثي يمتلك أوراق ضغط أو قدرة على ممارسة الضغط في جبهة نهم لكان قد فعلها. أبدا. فتح جبهة صرواح الغرض منها تحرير مدينة صرواح، تحرير جبل هيلان، فتح محور قتال جديد باتجاه العاصمة، وتأمين أيضا ظهر الجبهة جبهة نهم. يعني لأن تأمين هيلان وتأمين الصرواح من شأنه أن يعزز أيضا دور جبهة نهم. أما أنه بفعل ظروف أو ضغوط هذا كلام ليس لا أساس له من الصحة. كذلك الحال بالنسبة لجبهة الجوف، ويمكن أن يقال هذا على جبهة تعز وجبهة البيضاء وجبهة شوغة إلى آخره. اليوم في البيضاء المقاومة الشعبية تحقق صارت غير عادية، وكذلك الحال في تعز. أشرت إلى موضوع الضغوط التي تمارس، الضغوط الدولية، طبيعة هذه الضغوط، منع أي محاولة للتحقيق هدف استعادة الدولة عبر العمل العسكري، وما زال الرهان الدولي على العملية السلمية.
نحن طبعا رئيس الدولة، الحكومة، القيادة العسكرية أعلنت مرارا ولقنا هذا، يعني قيل لنا هذا بالفم المليان، أن الدولة ترحب بأي حل سلمي لا مانع يعني. ولكن رئيس الدولة نجح والحكومة ورئيس الحكومة والوفد نجحوا في أن يعروا الانقلابيين أمام العالم حينما أوصلوهم من خلال موافقة الحكومة ووفد الحكومة على كل مبادرات المجتمع الدولي في الوقت الذي رفضها الانقلابيون، إلى قناعة بأن الدولة الشرعية هي من يعني السلام هدف استراتيجي بالنسبة لها، بينما الحرب عند الانقلابيين هي الهدف، وما حضورهم أي فعالية دولية تهدف إلى السلام إلا نوع من التكتيك الهادف إلى التقاط الأنفاس والاستعداد لعمليات عسكرية أخرى. وزير الخارجية جون كيري اليوم التقى بوزير الدفاع السعودي، وهناك حديث عن طلب له ب 72 ساعة كهدنة بين الأطراف حتى تتاح الفرصة لولد الشيخ لمزيد من التحرك. كيف ستتعاملون مع هذه الدعوات لجون كيري وكيف تقرؤونها؟ يعني المملكة العربية السعودية كحكومة يعني يمارس ضدها ضغط شديد، تواجه ضغط شديد من المجتمع الدولي للوقف أي عمل عسكري في اليمن، ولكن في الوقت الذي يعني تلقى المملكة العربية السعودية هذه الضغوط لا يمارس أي ضغط على الإنقلابيين وهم يعتدون على حدود المملكة العربية السعودية كل يوم، يقصفها بالصواريخ البارسية وبالسبكات يوشق وبمدافع الهون ويقتل مع الأسف الكثير من القتلى في نجران وجيزان من المهاجرين اليمنيين الذين يبحثون عن لقمة العيش في هذه المناطق. هذا بالنسبة للمملكة العربية السعودية. أنا سؤالي عنكم أنتم كجيش وطني، كيف ستتعاملوا مع هذه الدعوات وأخيرا دعوة كيري الـ 72 ساعة للهدنة؟ نحن نتلقى أوامرنا من القيادة السياسية اليمنية ومن القيادة العسكرية، ما تأمر به القيادة السياسية عبر قيادة القوات المسلحة سينفذ. نحن جيش دولة ولسنا ميليشيات، ما نتلقاه من أوامر عسكرية عليا بناء على تعويم أوامر القيادة العليا والقيادة السياسية ننفذه فورا، وليس لدينا خيار. يعني هل تتوقع منا أن يصدر رئيس الجمهورية أمرا فنرفضه؟ أبدا. نحن مؤسسة من ضمن مؤسسات الدولة الخاضعة للقيادة السياسية والعسكرية وفق الدستور والقوانين. سيادة اللواء ما زال معنا؟ سيادة اللواء نعم معك. طيب بالنسبة للعملية الحاصلة الآن في صرواح والجوف أيضا، هناك من يرى أن الهدف منها قد يكون أيضا التخلص من الضغوط الدولية الممارسة والتي تمنع من موضوع التقدم باتجاه صنعاء، وربما الزميل منتج هذه الحلقة سماها باستراتيجية القضم المتواصل ما يحصل الآن في الجوف وصرواح. إلى أي حد هذه نظرة حقيقية في موضوع التخفيف وتشتيت الضغوط بفتح هذه الجبهات؟ إلى أي حد هي فاعلة في الحرب الدائرة الآن مع الميليشيا؟ أي عمل عسكري هو يقوم على استراتيجية وتكتيك، تكتيك استراتيجية تحقق أهداف سياسية عليا، والتكتيك أحد وسائل تحقيق الاستراتيجية. لكن الملمح الرئيسي لعمل ونشاط القوات المسلحة اليمنية الجيش الوطني في الميدان هو تحقيق الهدف الاستراتيجي إعادة الدولة. لا مجال للمراوغة والعمل العسكري الجزئي وقطع الطريق على سين أو صاد من البشر أو تعطيل عملية سياسية أبدا. العمل العسكري في الميدان يسير وفق الخطة الاستراتيجية العسكرية العليا وبهدف إعادة الدولة، ولا يوقف مثل هذه العمليات إلا قرار سياسي من قيادة الدولة، وقيادة الدولة لن تصدر مثل هذا القرار إلا إذا أعلن الانقلابيون صراحة أنهم سيوقعون على المبادرة، أي مبادرة دولية أو على القرار 22/16 بترتيبه الصادر عن الأمم المتحدة ودون مواربة ودون لبس أو غموض. طيب ستبقى معنا سيادة اللواء. أذهب إلى الباحث والمحلل السياسي علي الشريف ينضم إلينا من الرياض. أهلا بك أستاذ علي. مرحبا فيك أخي العزيز. أستاذ علي، إذن جبهات متعددة على تخوم العاصمة صنعاء، في أي سياق يمكن قراءة هذه التطورات؟ هذه يا أخي هي المآلات الأخيرة التي يجب أن تؤول إليها الأمور بالنسبة للوضع العسكري والسياسي في اليمن. الآفاق كلها مسدودة،
الانقلابيون اثبتوا انهم لا يمكن ان يسلموا ما اخذوه بالقوه بالسياسه وبالمفاوضات. اثبتوا في اكثر من منعطف وفي اكثر من موقف بانهم لا يحترمون العمل السياسي والقواعد اللعبه السياسيه، لا يحترمون الوعود ولا المواثيق. وبالتالي اليمنيون قرروا منذ يعني تفتقت عيونهم على حقيقة هذه الميليشيات بداية بانقلابهم المشؤوم أن لا يفرطوا في دولتهم وأنهم لابد أن يستعيدوا دولتهم. أرى أن الحسم العسكري هو في الأخير الحل الأخير، لا يمكن بأي حال من الأحوال المراهنة. طيب أستاذ علي، بخصوص المعارك الدائرة الآن في صروح والغيل في الجوف، هناك من يراها أنها تأتي في إطار معركة صنعاء، فيما آخرون يرى أنها ليست سوى أكثر من عملية عسكرية صغيرة ربما من أجل الإبقاء على الخيار العسكري لإجبار الميليشيا على تقديم مزيد من التنازلات على يعني في المسار السياسي. من طبيعة المعارك الدائرة حاليا أنت كيف تنظر مع أي رأي؟ أن هذه المعارك تأتي ضمن استراتيجية وأنها جادة باتجاه الحسم العسكري. طبعا هي لا تستبعد بالنسبة للشرعية وبالنسبة للقوى الفاعلة لا تستبعد أي حلول سياسية، لكنها لا تقبل ولن تتنازل مطلقا عن يعني مرجعيات التسوية السياسية وعن الشرعية الدولية والقرار الدولي 2216. لا بد من دولة خالصة لا شريك فيها لليمنيين، لا يوجد فيها ميليشيات مسلحة ولا كيانات موازية تشل فاعليتها. هذا الأمر هو الهدف النهائي، ولا خيار أمام اليمنيين إلا بالتمسك به. طيب ستبقى معي أستاذ. نعم اسمعك. بلا شك يوجد ضغوط دولية، اسمح لي، يوجد ضغوط دولية. هذا أمر لم يعد خافيا على أحد، ولكن في الأخير اليمنيون هم الذين يستطيعون أن يصنعوا يفرضوا الأمر الواقع. هم الوحيدين القادرين على أن يتخذوا القرار، وهم الأخير الذين ستكون لهم الكلمة. ستبقى معنا أستاذ علي. أعود مرة أخرى للواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي. سيادة اللواء. نعم. صرواح الآن التي قوات الجيش أصبحت وأيضا قوات المقاومة على مقربة من دخول مركزها، أهميتها بالنسبة لمعركة صنعاء؟ اولا انا اريد ان اوضح نقطه، لانها اسئله حضرتك يا استاذنا فيها يعني قدر من الاستفزاز. يعني هل تتوقع من القياده العسكريه العليا في القوات المسلحه من رئاسه الاركان وهيئه العمليات والقائد الاعلى ان يضحوا بعشرات او الجرحى والشهداء وتدمير اليات ومعدات وخسائر مادية بهذا القدر لمجرد تخفيف ضغط أو لمجرد تكتيك لإرغام الآخرين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا. وأنا أكرر مرة أخرى أن ما يجري من عمليات عسكرية في كل جبهات القتال ابتداء من الجوف وحتى مأرب وصنعاء وشبوة وأبين والبيضة والضالع وتلحج وتعز ليست وميدي وحرب ليست إلا ضمن الخطة العامة الاستراتيجية لاستعادة الدولة، وليس لها أي أهداف صغيرة أو أهداف جانبية أو مناورات. طيب. سيادة اللواء، أشكرك بداية على هذا التوضيح. الهدف من أسئلة الاستفزازية أن تأتي هكذا إجابة منك، لأنه نحن ما ننقله الآن في هذا البرنامج ومن خلال قناة بلقيس هو ما يطرح على ألسنة المحللين والخبراء، وبالتالي لابد من أن نسمع لرأيكم وردكم على هذه الآراء التي تطرح. مهم جدا أن نستفزك حتى توضح. شكرا لك على العموم. بالنسبة لصروح، هي آخر مديرية على الحدود الغربية للمأرب، وهي تتاخم محافظة صنعاء من ناحية من جهة خولان، يعني تتاخم مديريات خولان شرق محافظة صنعاء. وصرواح كما قلت سابقا تعزز جبهة نهم وتفتح جبهة جديدة في اتجاه العاصمة صنعاء، ثم أنها ستأتي
النقطة الأخيرة لنبدأ من أول الصدر يعني سرواح نقطة ثم من أول الصدر اتجاه الغرب آخر مديرية يتم تحريرها معناها بالضبط نقطة ومن أول الصدر في اتجاه الغرب. طيب هناك الآن بدأ الحديث عن منطقة بني ظبيان خولان أن هناك ربما اتفاق بين القبائل هناك على تجنيب المديرية الحرب لأن هناك فرار لعناصر الميليشيا نحو منطقة بني ظبيان، يعني بدأت الأمور تسير بشكل جدي وفعلي نحو فتح طريق ومسار آخر نحو صنعاء أيضا مع وجود هذا الحديث. بني ظبيان من المديريات البطلة التي تحدت الانقلابيين منذ اللحظة الأولى، منعوا شق طريق من بني ظبيان إلى مأرب كطريق للاتفاق على المحافظة بعد تحريرها، ومنعوا دخول القوات إليها، ووقفوا في وجوه الانقلابيين وحموا المديرية وحرصوا على أن لا تسال المزيد من الدماء فيما بين قبائل خولان ذاتها، ورغم أن خولان تداعت للوقوف إلى جانب بني ظبيان إلا أن بني ظبيان أعلنوا أنهم قادرون على حماية المديرية ومنع أي اختراق ومنع أي التفاف على مدينة مأرب المحررة. وأنا أتوقع أن تتبع بني ظبيان، وقدمت سبب ذلك بني ظبيان قدمت شهداء وقدمت تضحيات، وأنا أتوقع أن تتبع قبيلة بني ظبيان البطلة قبائل أخرى من خولان تلتحق بالشرعية تمنع أن تصبح أراضيها ميدان للنشاط الإنقلابيين أو العمل العسكري للإنقلابيين، تنضم إلى الشرعية، تكون عامل مساعد في استعادة الدولة. نتوقع هذا بقوة من قبائل خولان وبني بهلول وبني حشيش وبني الحار وحتى قبائل سنحان وبلاد الروس. أشكرك جزيلا سيادة اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا من مأرب، شكرا لك. أعود مرة أخرى للأستاذ علي الشريف الكاتب والمحلل السياسي من الرياض، أهلا بك أستاذ علي. حياك الله أخي العزيز، مرحبا. ما تبقى من هذه الحلقة سيكون مخصص لك للنقاش في تطورات هذه المعركة وأبعادها السياسية ربما. الآن صرواح في مأرب والغيل في الجوف، كيف تقرأ الأهمية التي سيكتسبها الجيش والمقاومة من التقدمات التي حرزوها حتى اللحظة في هذه المناطق؟ الحقيقة التقدم في صرواح والتقدم في الجوف والتقدم أيضا في تعز في المنطقة الغربية، هذه كلها تقدمات يعني تتحدث عن استراتيجية، عن مصير، عن مهال لا بد منه. يعني هو لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن نقرأه ضمن تكتيكات. فالطارئ هي هذه الميليشيات الانقلابية والتي يجب أن تزول هي وانقلابها إلى الأبد. ما الذي يمنع أستاذ علي، ما الذي يمنع أن نقرأها ضمن التكتيكات؟ سيادة اللواء محسن خصروف ربما قال أن أسئلتي مستفزة له أو الطرح الذي نقلناه نحن على لسان بعض المحللين والخبراء أن ما يحدث ربما قد يكون عملية بسيطة ضمن تكتيكات معينة، ما التفسير إذن لتصاعد المواجهات والمعارك في بعض الجبهات ومن ثم خفوتها في أوقات أخرى إن لم يكن ضمن التكتيكات؟ هذا هو الحاصل الآن، مثلا تشتعل الأمور في ميدي ثم تهدف في تعز، تشتعل في تعز تخف في لحج في البيضاء. هو لا يمكن أن يكون أنا لا أرى أنه يمكن أن يقرأ ضمن التكتيكات، وإنما لابد يعني ممكن أن تقرأه قراءة أخرى. هناك يعني عوامل كثيرة لها علاقة بطبيعة الإدارة، لها علاقة ببناء المؤسسة العسكرية، ولها علاقة أيضا بالتداخلات في المجال السياسي والضغط الدولي ومحاولة يعني وجود ضغوط دولية. إنما من حيث الإرادة السياسية والعسكرية هناك تصميم، يعني بلا شك هناك تصميم على أنه اليمن لابد أن يعود، وأن هناك أنه لا يمكن أن يكون هناك تنازل أبدا بأي حال من الأحوال أو الرجوع من دون تحقيق مخرج يعني القرار الدولي 2216 استعادة الدولة ونزع سلاح هذه الميليشيات. هذا أمر أعتقد أنه هذه الأمور واضحة يعني. أستاذ علي، التصريح الأخير لجون كيري عندما التقى في ضمن على هامش لقاءات مجموعة العشرين بوزير الدفاع السعودي وولي العهد محمد بن سلمان وطالب ربما بهدنة 72 ساعة، إلى ما يشير هذا الطلب من وجهة نظرك؟ هذا الأمر يمكن قراءته باتجاه الضغوط الدولية بلا شك في محاولة فرض تسوية سياسية
بعيدا عن الجانب العسكري، لكن هذا الأمر طبعا بطبيعة الحال يعني أنا أرى من وجهة نظري الشخصية أن على الشرعية أن 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 تنظر إلى الواقع وإلى الميدان، فالعالم يحترم من يفرض أمرا واقعا ويتعاطى مع هذا الأمر الواقع. لدينا شواهد كثيرة وأدلة كثيرة على هذا الأمر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أنه كلما يعني بدأت الشرعية والمقاومة والجيش الوطني باستجمع قوتها أن يتم إفراغ هذه القوة من مضمونها بسبب الاستجابة للضغوط الدولية. كل شيء تم طرحه في مفاوضات الكويت، وقدمت الشرعية الشيء الكثير، لا مزيد على ما تم طرحه على هذه الطاولة. الكرة في مرمى الطرف الآخر. بالنسبة لتأثيرات الموقف الدولي العسكري والمسار السياسي في اتجاه واحد إذا أردنا الحلول. أستاذ علي، بالنسبة لتأثيرات المواقف الدولية مفاوضات للتفاوض من أجل التفاوض، فهذا أمر ليس في مطاعات الشرعية، وبالعكس يعني يأتي في مصلحة الانقلاب وتقويته واستجمع أوراقه مرة أخرى. طيب بالنسبة لتأثيرات المواقف الدولية على خيارات أو خيار الحسم العسكري، هل هي فقط في اتجاه أو في مساحة الطلب والرجاء من السعودية والشرعية، أم هي ربما قد تصل لمرحلة فرض أوامر لإيقاف خيار الحسم؟ أنا أعتقد يعني هناك ضغوط، لا شك ضغوط، لكنها لن تصل إلى مرحلة التدخل العسكري أو أنها تفرض يعني فرضا. يعني نستطيع أن نجد مساحة كافية، لأنه بيدنا كل شيء. لدينا الشرعية الشعبية، لدينا الشرعية السياسية، لدينا الشرعية الدولية تدعم يعني قضيتنا، وبالتالي لا يوجد ما يبرر. بالعكس، كل الانتهاكات وكل الخروقات وكل التجاوزات وكل الانتهاكات ترتكبها الميليشيات الانقلابية، والعالم كله ضدهم، والحقائق الواقع والشرعية ضدهم. يعني لا يعني قصدي بدون شرعية لا يملكون أي شرعية، ومع ذلك يتم التغاضي عنهم. شكرا جزيلا لكم أستاذ علي الشريف، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الرياض. وأيضا الشكر موصول للواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، ولزميلنا مراسلنا في مأرب عبد الله القادري. في ختام هذه الحلقة، تحية زملائي في زوايا الحدث ومنتج هذه الحلقة كمال حيدرة. كونوا بخير.